ليس بشكل كامل. بداية أشكركم على هذه الاستضافة، لكن ردة فعل السوق يوم أمس كانت ناتجة بشكل رئيسي من الأخبار اللي صدرت عن دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة ركود. هذا جانب، وجانب الآخر من المهم أنه يعني نعلم أنه أثر الانخفاض في مبيعات جنوب شرق آسيا، دول جنوب شرق آسيا بشكل كبير، ينعكس بشكل أكثر حدية على الشركات البتروكيماوية السعودية، لأنه أكثر من 65 إلى 70% من صادراتها هي لهذه المناطق. هذا جانب. المستويات اللي انخفض فيها يوم أمس مؤشر السوق كانت مدفوعة بهذه التغيرات تحديدا على قطاع الصناعات البتروكيماوية، ولكن دفع معظم الشركات إلى مستويات يعني لم تصلها منذ فترة زمنية طويلة. حتى فنيا تجاوز مؤشر السوق وكسره لمستويات 9400 نقطة، انخفض بعد ذلك بشكل سريع ما دون هذه المستويات، لأنها من الناحية الفنية كانت آخر أقل مستويات انخفض عنها. حتى اليوم لم يستطع أن يتجاوزها، سوف نترقبها أيضا يوم غد ويوم بعد غد. 9400 إذا عاد وتجاوزها بكميات كبيرة نستطيع أن نقول نعاد إلى المستويات السابقة، لكن أيضا اجتماع منظمة الأوبك بيلقي بظلاله. من المهم الإشارة ميسى أنه انخفاض أسعار النفط والتغيرات التي تجري في الأسواق الدولية فيما يخص النفط انعكاساتها على شركات البتروكيماويات تختلف، فالانعكاس ليس واحد، وذلك بسبب عدة عوامل قد يكون أهمها اختلاف أنواع اللقيم التي تستخدمها شركات البتروكيماويات، والتي جزء أكبر منها هي محدد من قبل أرامكو، لكن أيضا لا يجب أن نغفل عن أن هنالك شركتين في السوق من شركات البتروكيماويات تأخذ اللقيم بالأسعار الدولية. طيب يعني يمكن اليوم سابق، يعني بما أنه عم نحكي عن قطاع البتروكيم، كان استرد هذه المستويات التي فقدها مستوى 100 ريال لأول مرة، كنا عم نفقد هذا المستوى منذ عام تقريبا. تركي، نظرتك اليوم لتحرك سهم سابق في ظل تراجع أسعار النفط، يعني خصوصا أنه الأسعار يمكن منذ بداية العام حتى الآن بالنسبة للنفط كانت تراجعت بحدود 30%، وأنت تتحدث عن تباين يمكن بأداء هذه الشركات وتفاعلها مع تراجعات أسعار النفط. نعم، أسعار المشتقات البتروكيماوية منذ 6 أشهر إلى اليوم انخفضت في معظمها إلى مستويات تصل ما بين 25 إلى 30%، باستثناء الأسمدة الكيميائية التي حققت معدلات ارتفاع، وبالتالي نستطيع أن نستثني شركة سافكو من هذا الأثر. الشركات الأخرى يختلف يعني التأثير، لكن هذا التأثير من جانب العرض، من جانب أسعار وتكلفة اللقيم. لكن العامل الأهم بالنسبة لشركات البتروكيماويات في اعتقادنا هو موضوع الطلب. لأجل ذلك انخفاض حجم الطلب مع انخفاض الأسعار يؤدي إلى تأثير مضاعف، لكن لو حافظت مستويات الطلب عند نفس مستوياتها السابقة وكان الانخفاض فقط في الأسعار، قد يكون يعني الأثر على الشركات أيضا أقل. الجانب الآخر، هنالك شركات تعتمد على الغاز وهو تأخذه بسعر مثبت من قبل أرامكو عند 75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، لكن جزء آخر من الشركات اللقيم يعتمد على مادة النافذة وتأخذه بسعر خصم يصل ما بين 25 إلى 30% عن أسعار تسليم اليابان. لأجل ذلك الانخفاض في مستويات أسعار النافذة دوليا يؤدي إلى انخفاض نسبي في تكلفة أسعار اللقيم، لكن الجزء الأهم كما قلت قبل قليل هو العوامل المؤثرة على الطلب، وشاهدنا تغيرات حتى بعض الأخبار وردت عن بعض أنباء عن تغيرات سياسية فيما يخص الحكومة اليابانية. طيب اليوم السوق عم يشهد يمكن ثالث أكبر اكتتاب لزيادة رأس المال بالنسبة للحقوق الأولوية لمعادن بعد زيادة رأس مال بنك الرياض وسابقا زين السعودية. أستاذ تركي، كيف تنظر إلى الإقبال على معادن؟ السعر المطروح اليوم وعلى حقوق الأولوية إلى أي مدى هو سعر مغري بالنسبة للمستثمرين وفرصة يمكن لتعزيز مكاسبهم بالنسبة لسهم معادن؟ السعر مغري من ناحية السعر، لكن شركة معادن هي شركة مجموعة قابضة ولديها مجموعة من الشركات المتعددة.
واعتقد ان هنالك مستقبل كبير في قطاع التعدين. اخر تقييم لينا لشركه معادن بعد التسعير الجديد يقف عند حدود 39 ريال. لاجل ذلك اليوم حقوق الاولويه لمن لا يريد ان يكتتب بامكانه ان يبيعها حتى لا يخسر بعد تجزئه الاسهم بالسعر الجديد. نعم. لكن الذين يودون ان يكتتبوا في الاسهم حتى وان لم يحصلوا على الاحقيه بامكانهم ان يشتروا حقوق الاسهم، حقوق معادن، حقوق الزيادة، وبالتالي سوف يدفعوا 23 ريال بالإضافة إلى سعر الحق الذي سوف يشتروه. وبالتالي اليوم هنالك فرق في الأسعار، سعر السهم اليوم ارتفع وصل لحدود 32.60، يعني سعر الحق المفترض أنه يصل حسب الأسعار عن 9.60 ريال هللة، زائد 23 هي 32.60. بقي أنا أسألك عن السيولة اليوم تركي، نوعا ما مرتفعة يعني بالسوق 9 مليارات و664 مليون. اليوم في حديث يعني يمكن عن مدى تدفق السيولة التي كانت متركزة بالقطاع العقاري مع بدء تفعيل الإجراءات والأنظمة التمويل العقاري مع بداية الشهر المقبل. هناك من يتحدثون عن ربما ضعف بالطلب على القطاع العقاري مع تفعيل هذه الإجراءات. إلى أي مدى يمكن أن نرى تحول بالسيولة اليوم من السوق العقار تدخل مجددا إلى سوق الأسهم، ونرى بالتالي دفعة جديدة من السيولة؟ نعم، لكن بداية يعني السيولة اللي صارت اليوم في السوق وجزء منها هو لفتح النسبة للبنك الأهلي. اليوم لم يتداول البنك الأهلي على النسبة، وبالتالي كان جزء رئيسي من الارتفاع اللي حدث اليوم في قيم السيولة الإجمالية راجع على زيادة أحجام وقيم التداول اللي تمت على البنك الأهلي، هذا الجانب. لكن يعني إجابة على سؤالك فيما يخص أنشطة التمويل العقاري، اليوم أعتقد أنه حتى الأسعار واللي متوقع أنها تنخفض هي محدد أساسي في اعتقادي في الإقبال على أنظمة التمويل العقاري. اليوم دخلنا احنا في فترة يعني مهمة جدا سوف يؤرخ لها فيما يخص التمويل العقاري، والشركات التي بدأت وأخذت رخص تمويل أعتقد سوف تغير من تنافسية التمويل العقاري تحديدا مع البنوك ومع المصارف الأخرى، وهذا الأمر أعتقد سوف يتيح للمستثمرين وللملاك العقارات خيارات يعني متعددة فيما يخص التمويل، وبالتالي نشوء شركات بخلاف البنوك في اعتقادي سوف تكون يعني في مصلحة المستهلك كما هدف المشرع من هذا الأمر. شكرا جزيلا لك تركي فضحك، مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد، كنت معي من الرياض.